السلام بكم يا البنات في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير. جيت اليوم نقدم معاكم وصفة الموسكوتو، وصفة سهلة وسريعة. تفضلوا تشوفوا معايا المقادير. يعني عندي 5 حبات ولاد الدجاج البيض، عندي 2 كيسان فارينة، كاس ماشي ناقص اندوا زيت، كاس ماشي معمر سكر، لافاني، وملعقة كبيرة كاكاو، و2 خميرة الحلويات. نحكموا الغيسيبيون تاعنا، نسيباريو لي بلون ولي جون. شوفوا البنات، بعد ما فصلت الصفار عن البياض، انا لقيت البيض شويه تاعي صغير، زدت حبه بيض. دوك نطلع البياض تاعي تاع البيض مع القرصه تاع الملح، ونزيد له السكر بالتدريج حتى يطلع لي كيما لا ميرينغ. شوفوا البنات، بعد ما طلع لي البياض تاعي مع السكر مليح، نزيد الصفار تاعي تاع البيض. قلت لكم انا زدت حبه بيض باسكو لقيت شويه البيض تاعي صغير. اللي عنده بيض مليح ما يزيد يدير 5 حبات بيض. درت المغرفه تاع لافاني تاعي، عفوا، نديرهم يزيدوا يتخلطوا مع بعضهم. هنا بعد ما طلع دخلت الصفار تاعي مليح بالباتور بيترا، انا راني نستعمل دوكا، نزيد نعاود نرجعو في البيترا ونزيد الزيت تاعي تدريجيا غير بالعقل، ونقصو شويه السرعه تاع الخلاط تاعنا باش ما يطيحناش لاباغاي تاعنا. البنات، نغربل 2 كيسان تاعي تاع الفارينه مع كيس ونص تاع خميره الحلويات. هي في الحقيقه 2 اكياس، بصح انا ما نحبش كي يجيني هذاك الموسكوتو يقر شويه في الفم. درت كيس ونص تاع خميره الحلويات، نغربلهم ونخلطهم بلا سباتول بالعقل باش ما طيحليش لاباغاي تاعي. شوفوا الطريقه. اول كيس الاول نضيف معاه نص كيس، قلت لكم نورمالمون 2 اكياس، بصح انا ما نحبش كي تجيني تقرص الموسكوتو في الفم، ندير نص كيس واحد اخر، ما خليتش منه بزاف. يعني نغرب الفارينه تاعي وندخلها بلا سباتول غير بالعقل، ما نديرهاش دفعه واحده، نديرها على 3 دفعات. البنات، بعد ما دخلت الفارينه تاعي مليح في الخليط تاعي، نحي قيمه 3 مغارف كبار تاع الخليط تاعي، ونزيد له المغرفه تاع الكاكاو تاعي، مغرفه تاع الكاكاو مع مغرفه تاع الحليب. دوك تشوفوا نحي قيمه 3 مغارف تاع الاكل. نخلطهم مع المغرفه كبيره تاعي تاع الكاكاو، ونزيد خاطرش كي ندير لها الكاكاو تنشف لي شويه لاباط تاعي، ندير لها مغرفه كبيره، عفوا هنا طاح لي شويه كاكاو، ندير لها مغرفه كبيره تاع الحليب. دوك تشوفوا معايا الطريقه، ندخل المغرفه تاع الكاكاو مليح غير بالملعقه، هنا قلت لكم نزيد ملعقه كبيره تاع الحليب باش تخفف لي لاباغاي تاعي تاع الكاكاو، باسكو الكاكاو ينشف شويه لاباط. ندخلها غير بالعقل في الخليط تاعي، دوكا نحكم المول تاعي اللي يكون بيان سور. درت له الزبده الفارينه بوغي اي فاريني، ندير الخليط تاعي الاول، عفوا هنا مع التصوير ما قدرتش نخدم مليح، نفرغ الخليط تاعي كامل الاول، نفرغوا في المول غير بالعقل باش ما نهبطوش لاباغاي تاعنا باسكو فيها الهواء معمره هواء. ونحكم الخليط تاع الكاكاو تاعي ونديرو صاير داير، ديرو في كان شغل انتري صاير داير كامل. دوكا نحكم كور دون، كمل كامل الكمية تاعي، كمل كامل الكمية تاعي. دوكا نحكم كيغ دون، عود شواء كيما نقولو كيغ دون كبير، ونبدا ندير هاد العملية باش يجيني شغل موج لداخل. روحوا بالعقل باش لاباغي تاعكم ما تهبطش،
باش نتحصل على شكل داخل مودات. كي طيب المسكوت وتعنا من الاخر تشوفوا الشكل هذا، تزيين اضافي تقدروا تنحوها كامل هذه المرحله تاع الكاكاو. دوكا ندخلوا على فرن مسبق مسخن مسبقا واحد 20 دقيقه على 180 درجه حتى نسيو بالكوردون الى طابنا من الداخل. البنات هاو بعد ما طاب المسكوتو تاعي انا خدالي واحد 20 دقيقه في الفرن، قلت لكم باش تسيو كيفاش الى طاب. دخلوا موس ولا حطبه هذاك عطشيوه ولا يخرج لكم ناشف، معناتها طاب المسكوتو تاعكم. خلوه يطيب مليح جنب فخفخ، نخلوه يبرد ونزينوه. نزين كامل الموسكوتو تاعي بشوكولا، وتقدروا هذه المرحله تاني ما ديروهاش، اللي حبت ديروا بالمعجون ومن فوق نواه كوكو، اللي حبت تو سامبلومون تخليه يبرد وتوسي عليه تشوبو تغي عليه سكر غلاس تاني يجي بنين، واللي حب يدير شوكولا كيما هكا وتزيني بقى من الفوق اللي عندها لوز ايفي اللي تحمصوا اللي عندها كاكاو ملحي خشين كيما انا استعملت الكاكاو ملحي خشين. من فضل من فضلكم ديروه فوق لاكري باش تريكوبيريو هذوك الشوكولا اللي طاح لكم. البنات هاي لك بعد ما كملت شوكولا تاعي زدردرت عليه شويه كاوكاو يكون محمص. هاو الشكل قدامكم، جا بزاف خفيف البنات، نتمنى تجربوه. نقسم معكم اون ترونش باش تشوفوها كيفاش جاتنا من الداخل، باش تشوفوا هذيك الموجه كيفاش جات من الداخل. هاي لك كيفاش جا الشكل من الداخل، يجي شباب وجا خفيف يتنكل بشوارب كما يقولوا. البنات ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ديروا لنا لايك وابوني وفعلوا الجرس وبارطاجيو لا فيديو تاعكم تاعي مع اصدقاء تاعكم. على خير البنات، نتلاقاو في فيديو جديد.